هذا اللي فاتح داره ويحب أهله وجاره تحس فيك ومنك حتى ولو ما يعرفك عمره أبد ما يردك خفطين أبد ما صارت والناس كلها قالت جمال وذوق وكشخة من لو يتاهت عرفت أحسن رفيج بسفرة يزعل ويرضى بساعة زود الكرم نطباعة يحب يساعد غيره حتشوف فيه الغيرة كل شي عنده خيرة ما مثلها أبدا أصبحت منطقة اليرموك منطقة نموذجية في جمال البيئة ونظافتها حيث تم اختيار منطقة اليرموك من قبل منظمة الصحة العالمية كأول مدينة صحية نموذجية على مستوى الكويت وهذا يدفعنا إلى المزيد من بذل الجهد للحفاظ على هذا التميز أيضا إلى تطبيق النفاية التقنيات العلمية والبيئية الحديثة من حيث تنفيذ هذه عدة مشاريع بيئية وبرامج توعوية تهدف من خلالها البلدية على حماية المنظومة البيئية والحفاظ على الصحة العامة للأفراد فأنا أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الحملة حملة توعوية تصل إلى مسمع كل واحد من أهل المنطقة على أننا حنا لازم نجعل من هذه المنطقة منطقة نظيفة وجميلة وحنا رفعنا شعار لتكون اليرموك جميلة ونظيف هذه من زمان من 7-8 سنوات وحنا حاملينها ولازلنا نصمم على أن نجعل من هذه المنطقة منطقة بس لازم يكون هناك في تعاون إذا ما في تعاون مجتمعي معانا لا يمكن وأنا ولله الحمد عندنا في منطقة اليرموك قاعدين فعلا حنا إيد واحدة قاعدين نحقق أشياء كثيرة بتعاون الجميع ويعتبر هذا الموضوع تدوير النفايات من المؤشرات المطلوبة لوضع اليرموك على خريطة المدن الصحية على مستوى العالم لذا يجب أن نلتف جميعا للنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من إعادة النفايات أو تدويرها إنجاح هذه المشاريع وإنجاز الأهداف المنشودة منها لذلك إحنا نناشد المواطنين في أن يتفاعلون معنا ويهتمون في عملية التوعية البيئية ولا يقتصر هذا البرنامج على المدارس أو على الطلاب لكن يشمل كل شرائح المجتمع لنضمن في أن هذه المشاريع اللي الدولة ترصد لها ميزانيات كبيرة بأن يكون هناك مشاركة المواطنين على لضمان إنجاح هذه المشاريع لنوصل إلى الهدف المنشود بأن تكون البيئة المحيطة بنا أو التي نعيش بها بيئة صحية خالية من أي مشاكل بيئية والتي تساهم في أن تكون الحياة الصحية مستوى عالي للمواطنين هذا اللي فاتح داره ويحب أهله وجاره تحس فيك ومنك حتى ولو ما يعرفك عمره أبد ما يردك خفطين أبد ما صارت والناس كلها قالت جمال وذوق وكشخة من لو يتاهت عرفت أحسن رفيج بسفرة يزعل ويرضى بساعة زود الكرم نطباعة يحب يساعد غيره حتشوف فيه الغيرة كل شي عنده خيرة ما مثلها أبدا مثيل مهما أقول والله قليل كلها حلا وكلها دلال شده
تبدأ إذا دخلت مجالي غساوي أو عرباوي شاعر أديب وراوي يفهم رياضة وشعر تلقى سياسي في تويتر ما مثل في الدنيا بشر دايمه قد الثقة واللي براسه يحققه واضح صريح وعلني اللي عشان نغني من مثلهم كونوا منهم لا تعاهدوا وتكاتفوا تاريخ يشهد بالغزو لموقفه بوجه العدو شيعة حضر سلة وبدو هذا هو We'll be right back.